الدعاء كدعاء رؤية الهلال، التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الاجتماع وعدم التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كذلك التسامح مع الآخرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، التثبت من صحة المعلومة لأن في وقت الأزمات تقل المعلومات وتنتشر الشائعات مما يؤدي إلى زيادة المشكلات والمعوقات، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نهى الإسلام عن بعض الوسائل منها عدم ترويع الآمنين، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، عدم الإشارة بسلاح، لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، حرمة سفك الدماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حرمة الأموال، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، النهي عن إيذاء الجيران، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شروره. آخر وسيلة النهي عن إيذاء المسلمين وغيرهم، من قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، وفي رواية من مسيرة كذا وكذا، النهي عن الغضب لا تغضب، فنريد أن نجمع بين فقه التأصيل وفقه التنزيل وفقه التفعيل من خلال وسائل الإسلام في حفظ الأمن، الوصايا العملية، العودة إلى الله تبارك وتعالى، الدعاء والتوبة، الاتحاد وكظم الغيظ، عدم ترويع الآمنين، عدم نشر الشائعات، النهي عن إيذاء المسلمين وغيرهم. كان حديث اليوم في الندوة وفي البحث تعريف الأمن، الأدلة والمشروعية، وسائل حفظ الأمن، وشكر الله لكم جميعا حسن الإنصات، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور ياسر، الذي التزم بالزمن تماما يعني، وبين في هذه ورقة المقاصد الشرعية من دعوة الإسلام إلى السلم، وهي شريعة الأمن في المجتمع المسلم.